تطلع الغلبانه الفقيره اللي اضطرتها الظروف انها تستلف عشان خاطر تجهز بنتها او ابنها او تسترهم. يعني دي الحالات الوحيده اللي احنا بنتجه فيها. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان في بعض يقول لنا طب احنا عاوزين تطلعونا من السجن عشان خاطر علينا قضايا ثانيه. لا، احنا توجهنا واضح، السجينات الفقيرات اللي اضطرتهم الظروف ان هم يخشوا السجن علشان الفقر. فدي نقطه بس انا حبيت اشير ليها عشان خاطر كمان المتبرعين اللي بيتبرعوا على حساب الحالات الخاصه بالسجينات اللي هو 3 5 3 6 على 1 يكونوا عارفين المبالغ الماليه دي كيف توجه. النقطة الثانية إن شاء الله إحنا كمان هنبدأ مشروع كبير من خلال واحد من الناس قريبا، فكرة الهاوسينج، إن إحنا هنخش على قرية بالكامل من خلال مؤسسة واحد من الناس الخيرية، وده قرار إحنا خدناه في مجلس الإدارة. هنبدأ نعمر قرية بالكامل، يعني هنخش على القرية هنجد إن القرية مثلا المنازل اللي فيها مهدمة هنبدأ نبنيها، محتاجة نوصل لها مرافق هنوصلها بالكامل على حساب المؤسسة. ده مشروع كبير، وإن شاء الله الحلقات القادمة أنا هعلن لكم عن اسم أول قرية هتقوم بيها مؤسس واحد من الناس الخيرية لتعمرها بالكامل. حاجة الثالثة إن شاء الله الأسبوع القادم إحنا هنوزع 5 شقق المقدمة من الدكتور محمد المرشدي معمار المرشدي على الفائزين إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. إحنا بقالنا يمكن فترة ما وزعناش لظروف الأجازات، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله هنوزع الشقق. وأخيرا إحنا بعيد عليكم موضوع العمرة، إحنا بنقدم 50 رحلة عمرة مقدمة من مجموعة جامعات الدلتا برئاسة الدكتور محمد ربيع ناصر. إن شاء الله بإذن الله يعني مجرد ما هيفتحوا باب التأشيرات للعمرة هنعلن كل شهر تقريبا 15 فائز من الفائزين بجوائز العمرة. وأعتقد ده هيكون إما على حسب ما حتى تسمح الحكومة السعودية بالسماح بالعمرات، ده أظن بيكون مرتبط بعمرة مولد النبي، يعني يمكن على الشهر القادم نعلن أول 15 اسم إن شاء الله بإذن الله. وصلنا لفقرة الحالات الإنسانية، والحالة النهاردة لممدوح سامي. عمره 19 سنة، كان طبيعي جدا زي أي شاب، وفي سن 18 سنة حصل له حادث أدى لكسر في العمود الفقري وتهتك في النخاع الشوكي نتج عنه شلل نصفي وعدم تحكم في الإخراج. أجرى مجموعة جراحات لكنه لا زال عاجز عن الحركة. تعالوا نشوف حالة ممدوح إيه. كنت عند خالي، كنا بننزل عيش حمام، وكنت انا في النص. العيشه وزنها 2 طن، بعد ما 3 ارباعها بقى بره، اللي كانوا ماسكين معايا العروق على الاطراف سابوها، والعيشه وقعت عليا انا، ومغمش عليا ولا اي حاجه. كنت فايق وده جنب كل اللي حواليا، بس رجلي بعديها ما بقتش حركة. طلعت بقى لعربيه الاسعاف، جابوا لي عربيه اسعاف، رحت الاول المستشفى، قالوا ان رجلك اتقطع. ورحت عربيه اسعاف، قعدت الف على المستشفيات لغايه الساعه 5 الصبح، من 3 العصر 5 الصبح، لغايه لما لقينا مستشفى هنا اسمها النيل تامين صحي، وبليت ما عملت العمليه. قالوا الاول لوالدي، قالوا العمليه ديت مش هينفع تتعمل دلوقتي، هتقعد سنه على الاقل. بعد كده الدكتور طلب اشعه مقطعيه وقال عادي العمليه تعمل دلوقتي. قبل ما اخش العمليه قال لوالدي، قال له وابنك حاج هيقضي بيت حياته على كرسي لما رجله تتقطع. جه بعد ما عمل العمليه بقى قال له ابنك ممكن يمشي تاني علاج طبيعي، وهيحتاج عمليه حقن خليه جذعيه. فانا طبعا قلت ده اجزائي، معهوش اللي هو يعمل عمليه حقن خليه جذعيه. هنجيب تكاليف العمليه منين؟ رحت للدكتور بتاع المانيا اللي هو بلند، فقال لي ابنك محتاج زرع خلايا جذعيه ومحتاجه 200,000 جنيه. فانا يعني مش عارفه اجيبهم منين. انا طمعانه في كرمكم، يعني في كرم ربنا قبل كل شيء، وطمعانه في كرمكم ان تساعدوا شاب زي دوت يقف تاني على رجله. فحولنا على مركز علاج طبيعي في السيده زينب اسمه يوم المستشفيات، بعد كده سبت المركز دوت ورحت مركز العجوزه بقرار. عملت هناك علاج طبيعي فتره، وبعد كده قعدت في البيت بقى، كنت عامل علاج طبيعي في البيت، كان الكهرباء بتاعي خلص والكهرباء اتوقفت. جت من ساعه العيشه دي ما وقعت عليه، انا انكسرت ووالده انكسر، فما بقيناش يعني عارفين نعمل اي حاجه. كره فراش بهدلته بعمليات، وبقى متبهدل، ويجي ساعات يعيط ويقول لي ياما انا نفسي اقف على رجلي تاني واجري زي الشباب وانزل واطلع زي الشباب. بشيله واحطه، ومن الاوضه دي اشيله وانزله، وهو من صغير كشاب. فانا بطلب من ربنا، بطلب من ربنا بس ان يقف على عكازين تاني، يقف ويمشي قدامي تاني. هو ده اللي بطلبه من ربنا، وطمعانه في كرمه،
يتعاطى معانا في كرم ربنا. بس مش ازيد من كده. بقول يا رب يا رب ابني يقف لي تاني ويجري تاني ويمشي قدامي حتى لو على وكازين. يا رب يا رب يا رب. حالة ممدوح صعبة، كل امله اجراء جراحة زرع خلايا جذعية في المانيا بتكلفة 250,000 جنيه. قلوبكم معاه، ورقم الحساب موضوع دلوقتي امامكم على الشاشة، اللي يحب يساهم في علاج ممدوح.